هل النمل يرى؟ نعم يستطيع النمل الرؤية، إلا أن بعض أنواعه عمياء تماما، وهو يمتلك زوجا من العيون المركبة التي تتكون من عينيات يتراوح عددها بين 150 إلى 650 عينية، ومهمتها تجميع الضوء للرؤية، بالإضافة إلى ثلاث عيون صغيرة في قمة رأسها مهمتها استشعار الحركة. يستطيع النمل الرؤية في الظلام، وذلك بفضل العدد الكبير من العينيات التي تتكون منها زوج العيون المركبة لديها، وكلما كان حجم النمل أصغر قل عدد العينيات لديها، وبالتالي ستقل قدرتها على الرؤية. لا يعتمد النمل في الرؤية على بصره لوحده، لأن رؤيته ضبابية خاصة للأجسام البعيدة، لذلك فهو يعتمد في تنقله بشكل أكبر على أجهزته الحسية المتطورة، وبالتالي تعمل على كشف المواد الكيميائية. سبحان الله، خلق فأبدع.